راجع نفسك، قف وقفة محاسبة مع نفسك، حاسبها قبل أن تحاسب، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. من يبشر الموت تأتي فجأة، الموت تأتي فجأة تباغتنا، التصم ذني تمت بدون سبب، بلا المرض بلا والو، سكتة قلبية. أترضى أن تلقى ربك جل وعلا وأنت على هذا الحال؟ خير الزين واستعد شيء الموت، خير الزين زيد جبل واستعد شيء الموت. أنا من بغى استعد أربدا وذيني حتى يسوج لسنيشا ربدا الشيطان يقار الشوفة خد توبل خد بعل خد نضار الطماء خد نضار الشرب خد حجرت مع لي كل شيء أتمر شرد زاد جرد دور دغومري شحال انا مو يكشف رب العالمين يمرش قيم عاد في الحاله الناس شحال يوظن 60 70 عاد ويحج عاد تيتي راه خاص الشيطان اش غادي نمسي 70 سنه اش غادي نمسي مين تراجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي بين 60 و 70 قليل من يتجاوز قليل وعدو 70 مرات عدو 70 قال عاد تعيش دير فضل تعيش دير فضل سوجر ماني غضاك سوج ما غادي الدنيا تعذرك ما غادي الدنيا سوجدت كذا يعني كذا نوصل شنا عذرت المهم سوجت ساس الناس لا في نهار نقارص ان شاء الله ماني جد الدهني شي ترجل ديالي ماني جد الدهني دي غضاك وحد التدفد وحلج وكي شي تيزحل ها قصدي تدد الدنيا كي صاور مش كي صمار كي فاميليا كي جيران إيدي هاك مش رسول الله غدا عني واحد مش غير نسد وشرخ غدا عني شرخ غدا عني ما سوش ديش نسولي خو ما سوش ديش لامبارات ما سوش ديش قامة ما سوش ديش ملطة ما سوش ديش الأعمال يخاك غي دافع عندي يخاك غي شعل تفوت يخاك غي يسمغانا نظر يخاك غي يستير فين تفوت بيني سوش ديشاني بلا شقة مازال عاد وتزيد جي مازال عاد وتزيد جي والعياذ بالله تاك حضمو تاك خضر بالعالمين وتزيد جي سمع الموضوع تزيد جي اللي تسديلة تمتير خيج الملة غير الإسلام تمتير كافر والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر راجع نفسك قف وقفة محاسبة مع نفسك